تصلب عندما يلمسك أحد. يعني لو الشخص المتعصب عليك أو الشخص البارد ده لمسك في كتفك، أقف كده مكان ما لمسك. يعني مثلا إيه، هو بيلمسني كده فأقف كده، أثبت أتصلب. يعني أنا بتكلم أهو أهو ولمسني، أقف كده مكان ما لمسني، أقف زي الإنسان الآلي، كأنه عمل إيه، إيقاف، إيقاف تشغيل. أول ما يلمسني كده أتصلب وأبص لإيده، وبعد كده أبص له، وبعد كده أرجع لورا شوية وأتكلم معاه بحدية. الشخص لمسني ببدأ أتصلب وأبص لمكان اللمسة وأبدأ أبص له، أقفل وشي بوكر فيس ما فيهوش أي ملامح، أبدأ أشير ليه، أقول له احترس من كذا كذا، ما تقربش مني، ما تلمسنيش، كذا كذا كذا، ظهري يكون مفرود، كل أماكن القوة في جسمي لازم تشتغل، أفرد نفسي، نظرة عيني، بوكر فيس. ما دام الشخص لمسني يبقى اعتداء. هقول لك طريقة أو تقنية اسمها تقنية الثلاث ثوان، تقدر تعملها في أي مكان أنت متواجد فيه لو أنت خجول زيادة عن اللزوم، ما بتعرفش تتعامل مع الناس. لو أنت بتنظر للشخص اللي قدامك في عينه وخجول ومش قادر تتواصل معاه بصريا، ممكن تصرف نظرك عنه 3 ثواني وترجع تاني تبص في نفس المكان. نظرة القوة لو بصيتها للشخص اللي قدامك هترهبه، وهتقدر تكون واثق من نفسك بقوة، وهتقدر تتعامل معاه بالشكل الجيد. ايه هي نظرة القوة دي؟ اتكلمت عنها في اكتر من حلقة، وهتكلم عنها تاني علشان هتفيدك بإذن الرحمن. اول حاجة تبص للشخص اللي قدامك في المنطقة دي بين الحاجبين، ولكن اعلى قليلا بسنتي، تقريبا سنتي واحد في المنطقة دي. هنا انت بتظهر للشخص اللي قدامك ان انت شخص واثق من نفسك، ان انت شخص قوي. لو الشخص اللي قدامك بيرهبك او بيتكلم كتير ومش عايز يسكت او بيحاول يسيطر عليك، حاول ما ترمش عينيك وانظر ليه نفس النظرة اللي انا قلت لك عليها من شوية. النظرة دي حرفيا هترهبه. النظرة دي حرفيا حقق اي هدف في الحياة، عايز تحصل على 1,000,000 جنيه، عاوز تحصل على الشقة او الفيلا او العربية اللي انت بتتمناها، اي هدف في حياتك استعمله بالاسلوب اللي هقولك عليه النهاردة، مش هتندم نهائي. في حاجة اسمها مضاعفة القوة ومضاعفة قوة سيرك تجاه الهدف. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا عايز 100,000 جنيه، حط هدفك 1,000,000 جنيه واشتغل بكل قوة بحثا عن 1,000,000 جنيه. لو ما حققتش 1,000,000 جنيه، هتحقق 700 او 500 او 200 او 100,000 جنيه اللي انت عايزها. اشتغل ولو بسيط كل يوم. ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، حاجة قليلة ودايمة، هتوصل اللي انت عايزه. ضاعف القوة وضاعف سيرك تجاه الهدف، وحط هدف عظيم، ولو حصلت على الهدف هتحصل على اللي انت عايزه. لو انت محبط او بتحس دايما انك عايش دور الضحية، انا مثلا في ضمن مجموعة من الأصدقاء عايز أظهر قوتي، لو كل يوم بشتكي وكل يوم بلوم ومحبط وحاسس بالفشل، وأقول له يا عم والله ما الاقي شغل، ده البلد ما فيهاش شغل، ده الحكومة مش عارف إيه، وأبدأ ألوم وأنقد وأعيش في دور الضحية، هنا أنا شخصيتي ضعيفة. فدي النقطة التانية، لو موجود جوايا حتة الفشل وإظهاره للآخرين وحتة الضعف، إن أنا مسكين ظلموني كلهم وبعوني وخانوني، أعمل إيه؟ أخرج من مشكلتي دي إزاي؟ وتفضل تبكي لصاحبتها طول النهار ومصيبة سودة، وهو يفضل قاعد معاه ماسك ودنه مش سايبها، عمال يحكي له بقى اللي حصل من سنة 1990 لحد الآن. أنت عايش دور الضحية؟ فوق فوق.